السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله رح ناخد مهارات الاتصال اللغة العربية. عنوان الدرس قصة مثلا اليوم والتاريخ الأربعاء 1/4/2020. فإذا اليوم رح يكون حديثنا في كتاب مهارات الاتصال. عنوان الدرس هو قصة مثلا، فرح نتحدث عن الأمثال الشعبية في اللغة العربية. طبعا يا مس، قبل ما نبدأ بالدرس سوف تتعرف عزيزي الطالب في هذه الوحدة ما يلي: 1- كيفية توظيف الأمثال الشعبية في حياتنا. 2- التعرف على المفردات والتراكيب. 3- الإجابة عن المعجم والدلالة والفهم والتحليل. 4- الإجابة عن التذوق الأدبي والقضايا اللغوية. 5- كتابة أحد الأمثال الشعبية بلغتنا العربية. 6- قراءة نص مختارات من لغتنا الجميلة. كل هاي الأمور رح نتحدث عنها إن شاء الله من خلال هاي الوحدة، ورح نتعرف عليها بشكل مفصل. مثلما تعودنا سابقا، عليك عزيز الطالب أن تقرأ الدرس قراءة صامتة. بالبداية يجب علينا أن نقرأ الدرس قراءة صامتة. إذن عزيز الطالب، قم بفتح الكتاب مهارات الاتصال صفحة 21 واقرأ الدرس قراءة صامتة. بعد الانتهاء من القراءة الصامتة، الآن يجب عليك أن تتبع مع المعلمة في قراءة النص وتراعي الحركات الإعرابية أثناء قراءة المعلمة. إذن وأنا بقرأ، يجب عليك عزيز الطالب أن تتبع معي حتى لا تخطأ أثناء القراءة في الحركات الإعرابية. بعد الانتهاء من قراءة المعلمة، عليك عزيز الطالب قراءة الدرس قراءة جهرية حتى تتمكن من استخدام الألفاظ وقراءتها بالشكل الصحيح. يعني بعد ما أنا أخلص قراءة، يجب عليك أنت أيها الطالب أن تقرأ الدرس قراءة جهرية حتى تتمكن وتتعرف من استخدام الألفاظ وقراءتها بالشكل الصحيح. الآن قم بفتح الكتاب صفحة 21 وتبع مع المعلمة في قراءة درس قصة مثلا. هلأ اللي بطلب منكم يا مس، جميعكم يفتح الكتب صفحة 21 في كتاب مهارات الاتصال. رح أبدأ معاكم درس قصة مثلا. يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. سبق السيف العدل. المثل لضبة ابن أدن، وكان له ابنان يقال لإحدهما سعد والآخر سعيد. فخرجا في طلب إبل له، فلحقها سعد فرجع بها ولم يرجع سعيد. وكان ضبة يقول: إذا رأى شخصا تحت الليل مقبلا، أسعد أم سعيد؟ أسعد أم سعيد؟ فذهبت مثلا في مثل قولهم: أنجح أم خيبة؟ أخير أم شر؟ ثم خرج ضبة يسير في الأشهر الحرم، ومعه الحارث بن كعب، فمرا على سرحة، فقال الحارث: لقيت بهذا المكان شابا من صفته كذا، فقتلته وأخذت بردا كان عليه وسيفا. فقال ضبة: أرني السيف. فأراه فإذا هو سيف سعيد. فقال ضبة: الحديث ذو شجون. فقتل ضبة الحارث، فلامه الناس وقالوا: قتلت في الشهر الحرام. فقال: سبق السيف العدل، فذهبت مثلا. هذا أول مثل شعبي بعنوان سبق السيف العدل، وهو لأبو هلال العسكري جمرة الأمثال، أخذ من كتاب جمرة الأمثال لأبو هلال العسكري. رح نتحدث عن معنى الأمثال الشعبية وما هي الأمثال الشعبية وكيف إحنا علينا ممكن أن نستخدمها في حياتنا اليومية. طيب خلينا نقرأ المثال الشعبي الثاني: جزاء سنمار. يقال: جزاه جزاء سنمار، وكان سنمار
بناء مجيدا من الروم، فبنى الخورنق للنعمان بن امرئ القيس، فلما نظر إليه النعمان استحسنه وكره أن يعمل مثله لغيره، فألقاه من أعلاه فخر ميتا. هذا المثل أخذ من كتاب جمرة الأمثال أيضا لأبو هلال العسكري، أبو هلال العسكري. المثال الثالث: رجع بخفي حنين. أصله أن حنينا كان إسكافا بالحيرة، وساومه إعرابي بخفين، فاختلفا حتى أغضبه، فلما ارتحل الأعرابي أخذ حنين الخفين، فألقى أحدهما على طريق الإعرابي، ثم ألقى الآخر بموضع آخر على طريقه، فلما مر الأعرابي بالخف الأول قال: ما أشبه هذا بخف حنين، ولو كان خفين لأخذتهما. ثم مر بالآخر فندم على ترك الأول، فأناخ راحلته وانصرف إلى الأول وقد كمن له حنين، فأخذ الراحلة وذهب بها، وأقبل الإعرابي إلى أهله ليس معه غير خفي حنين. إذن ماذا نلاحظ هنا يمس من خلال قراءة هذه الأمثال التي أخذت من كتاب جمرة الأمثال وكتاب نهاية الأرب في فنون الأدب لشهاب الدين النويري؟ ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أنه هذه الأمثال أضافت إلى اللغة العربية جمالاً، وأيضا لاحظنا أنه من كل مثل ذكر في قصة معينة، يعني كل واحد ذكر قصته وشو صار معه من خلال هذا المثل. هلأ يا مس رح نتحدث عن الأمثال الشعبية، وأمتى نحكي هاي الأمثال الشعبية وشو معناها. الآن عزيزي الطالب، نلاحظ من الدرس السابق تم ذكر أكثر من أمثلة شعبية، والمثل الشعبي هلأ نفوت هون بالشرح. إذن ما هو المثل الشعبي؟ هو كلام وجيز قيل في مناسبة ما، وأصبح يقال في مواقف مشابهة للموقف الأصلي الذي قيل فيه. إذن يا مس، المثل الشعبي هو كلام وجيز، يعني مختصر، يقال في مناسبة ما، يعني إشي حدث معك وإنت عطول طرقت إله مثل، وأصبح يقال هذا المثل في مواقف مشابهة للموقف الأصلي الذي قيل فيه. يعني الموقف اللي حدث معك عطول ضربت له مثل للموقف الأصلي اللي صار معك. وفيما يلي طرحت لكم مثلا شعبيا من اللغة العربية. شوفوا المثل يا مس اللي حطيت لكم إياه كمثال تحت. قال لقمان الحكيم لولده: يا بني، إذا افتخر الناس بحسن كلامهم فافتخر أنت بحسن صمتك. يعني إذا كل واحد من الناس اتفاخر بحسن كلامه يفضل أنك أنت تفتخر بحسن صمتك، فالصمت أحسن من كثرة الكلام، صح ولا لا؟ وأحيانا الصمت له معاني كبيرة. فهذا مثل حبيت أني أنا أطرح لكم إياه عشان تعرفوا شو هي بشكل عام، أو بشكل عام يعني شو هي الأمثال الشعبية. وتتسم الأمثال بثبات الدلالة وعدم التغير، ودلالتها على معان كثيرة بأوجز لفظ، وسرعة انتشارها وتداولها من جيل إلى آخر، وانتقالها من لغة إلى أخرى عبر الأزمنة والأمكنة، إضافة إلى جمال لفظها. إذن شو هي سمات الأمثال الشعبية؟ حط عندكم خط واكتبوهم على الدفاتر. تتسم الأمثال أولا بثبات الدلالة وعدم التغير، دلالتها ثابتة ولا تتغير. اثنان، دلالتها على معان كثيرة بأوجز لفظ، دلالتها
فيها معان كثيرة. 3- سرعة انتشارها وتداولها من جيل إلى آخر، يعني بتضلها في تطور واستمرار وازدهار. إذن 3- على سرعة انتشارها وتداولها بين جيل وآخر. 4- انتقالها من لغة إلى أخرى عبر الأزمنة والأمكنة، تبقى مستمرة عبر الزمان والمكان من لغة إلى أخرى. 5- إضافة إلى جمال لفظها، يعني ألفاظها تكون جميلة وأسلوبها سهل. طيب، وهذه مجموعة من الأمثال العربية تطل بنا على الثقافة واللغة العربية ذكرت مع قصتها، يعني اللي أنا قرأت لكم إياهم هاي مجموعة من الأمثال العربية تطل بنا على الثقافة واللغة العربية ذكرت مع قصتها، كل واحد حكى لنا قصته. طيب، عزيزي الطالب عليك كتابة معنى المثل الشعبي وهو ما تحدثت عنه في الشريحة السابقة، عليك كتابته على دفتر مهارات الاتصال وكتابة النص الموجود في الأعلى، يعني الشريحة اللي قبل هاي بتكتبوا لي معنى المثل الشعبي وإيش سمات المثل الشعبي وماذا يتسم ويتصف المثل الشعبي. الآن عزيزي الطالب سوف ننتقل إلى الأفكار الرئيسة للدرس. 1- في القصة رقم 1 نلاحظ انتقام ضبته لمقتل ابنه، انتقام ضبته لمقتل ابنه. 2- الكلام قد يوقع صاحبه من حيث لا يدري. 3- مقابلة الإحسان بالإساءة. 4- الاستخفاف بالآخرين والمكر قد يؤدي إلى الفشل والإخفاق. هدول الأفكار يا مس مطلوب منكم حفظهم وبتكتبوهم على دفتر مهارات الاتصال. الآن سوف أذكر لكم المفردات ومعاني الدرس. 1- العدل بمعنى اللوم. 2- ضبة بن إدن هو والد سعد وسعيد وسعيد. 3- مقبلا قادما. 4- يسير في الأشهر الحرم قاصدا الحج. 5- الحارث بن كعب بمعنى قاتل سعيد بن ضبة. 6- الحديث ذو شجون، أي يدخل بعضه في بعض. 7- أوكتا وهو شد رأس السقاء بحبل ونحوه. 8- الزق بمعنى السقاء. 9- الخورنق هو اسم قصر كبير في العراق. 10- إسكاف بمعنى صانع الأحذية ومصلحها. يجب علينا أن نحفظ هذه المفردات وكتابتها على دفتر المهارات. بهيك يمس بالنسبة لليوم انتهت حصتنا. إن شاء الله الحصة القادمة رح نحل مع بعض المعجم والدلالة والفهم والتحليل. يجب عليكم أن تحضروا المعجم والدلالة والفهم والتحليل. ويعطيكم ألف عافية.